حسين وربي شافي هو عم جابوا لك كادو جد ان شاء الله ان شاء الله بعد ما راح نمر هذا هاد زيارة تدخل دائما في إطار العملية التضامنية اللي تقوم بها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في التكفل بمختلف فئات الأطفال. خلال شهر الفضيل احنا كانت عندنا عدة نشاطات تضامنية مع الأطفال اليتامى، مع الأطفال المعوزين المنحدرين من عائلات معوزة، اليوم أيضا مع مجمع اتصالات الجزائر مع الأطفال المرضى، وأيضا إن شاء الله راح نكونوا مع فئة أخرى غدا من الأطفال وهم الأطفال المتواجدين داخل مؤسسات عقابية. هي أيضا تأكيد على حرص الدولة على حماية الأطفال، على الحفاظ على حقوقهم. تعرفوا أن الدستور الجزائري يتكلم على الرعاية الصحية للأطفال، وإحنا اليوم وقفنا هنا في المستشفى على كم هائل من العناية اللي قدموها الأطباء، مشكورين لهذه الفئة. صح فطوركم وصح رمضانكم وصح عيدكم، وحبيت نشكر الطاقم الطبي وشبه الطبي، ونطلب من الشعب الجزائري إن شاء الله يدعي لي كامل بالشفاء إن شاء الله.